لقيت المضارب عرعرة، قررت انه نسيب البلد. وخلال اسبوع ونص احنا رح نكون ناقلين لعرعرة، ومش المفروض حدا يعرف. انا مش فاهمك، انا بفكر انت هدول ناس من هون من الشارع، ناس هدول اهل الناس بيعرفوا كله. ايش ما بتسوي بده بيعرفوا؟ ايش يعني؟ رح يعرفوا، رح يلاقونا. ايش يعني؟ رح يعرفوا، رح يلاقونا يما، رح يلاقونا. رح وين ما نروح بالدول هاي رح يلاقونا. عمر انت بتعرف مع كل التبرعات والشغل قديش احنا هلا لمين؟ يعني خلال اسبوع ونص لازم نكون مدبرين حالنا وطلعين من البلد. لما انا هلا بعد 45 يوم 46 يوم بيصيروا 420,000 بيصيروا، ومش بس هيك بدهم يقتلونا كمان ونمسك حالنا نروح. رح يجيب بس دمار على كلنا هون.